فزي ما قلنا ان activities هي كلمة نشط جاي من كلمة activity. نيجي بقى هنا ل disable، احنا كنا في disable، قلنا كلمة able معناها ايه؟ قادر تقريبا. قادر على، تمام؟ معناها قادر على، تمام؟ فأنا لما أقول abled يعني شخص عنده القدرة دي، يعني حولتها الأدجكتيف إنها يعني إنها صفة. طب لما استخدمت كلمة this، أنا قلت من شوية إيه؟ this لما تتحط قبل الأدجكتيف تخليها إيه؟ تديها معنى الإيه؟ المضاد المضاد. يبقى this abled المضاد حد غير قادر. غير قادر يعني إيه؟ معاق. تمام؟ طيب ده المهم كمان ان انت لو حطيت قبلها كلمة ذا فبقت ذا disabled، فانت بتتكلم عن فئة المعاقين عموما. يعني لما يجيب لي في الترانسليشن ويقول لي المعاقين، فانا اكتب له ذا disabled من غير حرف اس ولا اي حاجة. تمام؟ لان الصفة لما بستخدم قبلها كلمة ذا فانا بحولها الى مجموعة من الناس. صعبة؟ تمام. تمام. طيب واحد بقى يقول يعني ايه special؟ خاصة خاص ومحدد. اما لما ضفت لها ال y فبقت specially، اتحولت من مجرد صفة الى adverb او حال معناها بصفة خاصة. special تيجي مع verb to be لانها صفة، لكن especially تيجي مع أي verb تاني غير verb to be. إيه هو verb to be؟ الـ am والـ is والـ are والـ would والـ where. يعني لما أقول I am a special woman، أنا امرأة مميزة. أوكي؟ لكن لما أقول I treat people specially، أنا بعامل الناس بصفة خاصة أو بشكل خاص. يبقى أنا هنا في الأولى قلت I am واستخدمت الـ am، فاستخدمت كلمة special. أما لما استخدمت ال ly فأنا استخدمت أي verb تاني. وعلى فكرة القاعدة دي مش محددة لـ special و specially، لكل الصفات. الصفات ال verb المسؤول عن ال description أو الوصف هو verb to be، يعني am أو is أو are أو was أو where. تمام؟ أما إذا اضافت للـ adjective ال ly فهي كده اتحولت إلى adverb، وطالما تحولت الى adverb فالadverb ما بيجيش في الوصف الاشياء ولكنه او الاشخاص، ولكنه بيصف الافعال او الفعل ده حصل ازاي. صعبة؟ صعبة يا شباب؟ بس ممكن تقريها تاني؟ حاضر. تاني special و specially. special لوحدها تيجي مع الام والاز والار والووز والوير. ليه؟ لانها adjective، لانها adjective او صفه. تمام؟ اما specially فدي adverb او حال، بيجي مع اي فعل تاني ما عدا verb to be، وده لا ينطبق على special و specially فقط، ولكن على كل الصفات. اي صفه بستخدمها بستخدمها مع verb to be، لكن لما بكون بستخدم اي فيرب تاني فبستخدم الادفرب او الحال. ليه يا تيتشر؟ لان الادجكتيف او الصفه بتوصف الشيء او الشخص. يعني لما اقول I am sorry I'm quiet، يعني انا هادئه. تمام؟ لكن لما اقول I speak ما ينفعش اقول quiet، هقول quietly، لأن أنا هنا بوصف الكلام. I speak quietly، أنا بتحدث بهدوء، فأنا هنا بوصف الإيه؟ ها؟ بوصف الفاعل مش بوصف الشخص أو الشيء. صعبة؟ لا تمام. تمام؟ يبقى إحنا كده، يعني أنت قصدك تقولي لي إن أنا لما ألاقي جملة فيها أما وإذا وآر أو ذا وير ويجي لي سبيشال ولا سبيشالي، هختار سبيشال. بالظبط كده. طب بتكلم عن old old طب بتكلم عن quiet quiet مش quietly. تمام؟ تمام. تمام.
طب جالي فعل تاني، يبقى هنا بقى ما ينفعش استخدم special، لازم استخدم ايه؟ specially. تمام؟ تمام fair، figure، gender، netherlands، normal، noticeable. طب كلمة notice لوحدها يعني ايه؟ ملحوظة. عارفين اليافطة اللي بتبقى على باب الدكتور أو على باب المحامي؟ اه دي كمان اسمها نوتايس. تمام؟ لكن لما ضاف لها A B L E أو able اتحولت إلى adjective، إلى صفة، فبقت ملحوظ بدل ما كانت ملحوظة. تمام؟ تمام نيجي بعد كده لمين كمان؟ scientific. بصوا هنا، لحد هنا الحروف دي حروف كلمة science. لما حط ال F I C اتحولت إلى adjective أو صفة بمعنى scientific أو علمي. تمام؟ تمام ايه كمان؟ graduate. يعني ايه graduate؟ graduate يعني الدرجة علمية، لا يعني يتخرج، شهادة يعني يتخرج، وده verb. طب لما اقول graduated يعني لما اضيف لها حرف دي، تخرج لا متخرج أو حاصل على درجة علمية. طب لما أقول graduation، يتخرج التخرج نفسه، التخرج نفسه. تمام؟ لا تمام تمام؟ طب يلا بقى بينا نخش على البارت اللي بعد كده، اللي احنا عملناه دلوقتي ده اسمه derivatives. derivatives يعني المشتقات، وهوريها لكم فين بعد، يعني واحنا ماشيين دلوقتي هوريها لكم فين في الكتاب. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا عاوزاكم انتم زي ما بتستخدموا كده، في زي ما عندكم في العربي النحو ده، زي النحو بتاع العربي بالظبط. تمام؟ فانا عايزاكم انتم تستخرجوه من غير ما تحفظوه. انا مش بعتمد، انا مش بحب الحفظ، انا بحب التفكير. تمام؟ يلا بينا بقى تمام ماشي نبدأ مع بعض الديفينيشن، وهناخدها كلمة كلمة ونفهمها براحة. أول حاجة أنا هقول الكلمة، كل واحد فيكم في مرة هيقول لي الديفينيشن، وأنا هشرح الديفينيشن. اتفقنا؟ دايما في حصتي وانتوا معايا خلي جنبكم نوت أو أي دفتر وقلم، والكلمة اللي ما تعرفوش معناها اكتبوها، واكتبوا على الدفتر ده اسمي، اكتبوا تيتشر أمنية. تمام؟ أو قاموس تيتشر أمنية. وإن شاء الله بإذن الله هتحسوا بقيمة الدفتر ده بعدين في آخر السنة مش دلوقتي. أوكي؟ يلا بينا نبدأ بالرجالة الأول. يلا عبد الرحمن جاهز يا بطل؟ هبدأ هعمل ايه بالظبط؟ بص يا بطل، أنا هقول الكلمة زي هي باراجراف، باراجراف، وأنت هتقول لي الديفينيشن أو التعريف بتاعها وأنا هشرحه. شفت بسيطة إزاي؟ جاهز يا بطل؟ تمام. يلا بينا. بار جراف بقى الكلام اللي هو خد الكلمة دي اللي هو التعريف ده، مظبوط. أديجرام ذات يوز لينس أور لاينز هاف ريبريزنتيف بارت أوف ديفرنت هيجتس بوت إكوال with this to show
different amounts so that they can be compared. Very good. يعني paragraph, paragraph, diagram هو رسم توضيحي اللي هو الرسم البياني. That uses lines, بيستخدم lines. بصوا خليني أوريكم كده. تمام. بيستخدم lines وإيه كمان؟ أو narrow rectangle، مستطيلات ضيقة اللي هو زي الشكل ده، يا إما lines كده بالطول تمام، أو إن هو الشكل اللي هو يعني بيقصده اللي هو كده. ظهر عندكم الرسم صح؟ ايوه زون. اللي هي كده اللي هو الرسم مبين يعني of different heights، من ارتفاعات مختلفة. to show عشان تبين لنا different amounts يعني كميات مختلفة. so that they can be compared، نقدر نحدد لنا مقارنة أو تقدر تعمل لنا مقارنة. طبعا احنا فعلا بنستخدم الباراجراف علشان نعرف إذا كنا مثلا لما بنيجي نعمل رسم بياني وهناخدها في الإحصاء إن احنا في حاجات بتزيد وحاجات بتقل، فدي بتبقى عاملة كومبير أو مقارنة. تمام؟ يلا تاني حاجة، يلا يا ندى. cheerful. Happy or happy or Behaving. be having in a way that That shows. shows you are happy. Very good. Cheerful يعني مبسوط، very happy. Or behaving أو بيتعامل in a way بطريقة that shows you بتبين لك you are very happy أو إنك مبسوط. Conclusion. يلا يا نور. The end of something such as a piece or piece of writing. Writing, yes. The end of something هي نهاية أو خاتمة للشيء. Such as a speech زي مقولة or a piece of writing أو يعني كلام مكتوب. كروس. يلا عبد الرحمن. أنويد أور Annoyed. يعني ايه annoyed؟ يعني متضايق أو منزعج. our with energy. annoyed منزعج or quite angry أو غاضب إلى شيء ما. cruel. أنا برضو ولا لا ندى، يلا بالترتيب كده بقى، أعرف ترتيبكم. deliberately Deliberately, yes. birthing people or animals. Animals, yes, very good. Deliberately, عمدا، hurting people، انك تجرح الناس or animals. طبعا هنا مش يقصد يجرحهم يعورهم، ولكن يجرحهم بالكلام، اوكي. Eye contact. يلا نور. When you look directly at someone at the same time as they are looking at you. Yes, when you look directly، لما تنظر مباشرة at someone، لشخص ما، at the same time as they are looking at you، وتتفاجئ ان هو كمان بيبص عليك، هو التواصل البصري. Granby. Bad tempered and silly anyway. easily annoyed. bad tempered يعني معكر المزاج، يعني مزاجه وحش. and easily annoyed وبسهولة هيتضايق. majority. Bad لا majority، temper majority، sun. most of. Sorry. A majority, most of the people or
things in a group. يس، بتكلم عن معظم الناس او معظم الاشياء في المجموعة. من نارتي، A small group of people or things within a much larger group. A small group هي مجموعة صغيرة of people من الناس or things والأشياء within a much larger group في مجموعة أكبر منها. طيب Miss Serbel. Extremely unhappy for Yes. example because you feel lonely called our badly more treated. badly treated. extremely unhappy، انك تكون مش مبسوط خالص. for example، على سبيل المثال، because you feel lonely، لانك تشعر بالوحدة، cold، البرد، or badly treated، او تعامل بطريقة سيئة، او ممكن تكون عشان جعان، يعني ما هي دي برضو بتسبب تعاسة. طيب لو خدنا بالنا من حاجة من هنا بقى، ولا انتوا ايه رأيكم؟ الجوع بيسبب تعاسة ولا لا؟ لو خدنا بالنا ان كلمة cheerful cheerful ديت معناها very happy، وكلمة miserable معناها very sad، ودول درجات للadjective، درجات للadjective. cheerful اكتر من الهابي بشوية، وmiserable اكتر من السد بشوية. تمام؟ تمام. يلا نوتي. أنا صح؟ آه يلا. نا doing something that is not right or good but is not very That are not sorry but isn't very serious، يعني مش خطيرة أبدا. طبعا نوتي doing something is not right، إنك تعمل حاجة مش صحيحة or good ولا جيدة، but isn't very serious، بس كمان مش خطيرة. patient patient. يلا مين عليه الدور؟ أنا ولا حد تاني؟ يلا مش اوكي، عارف. يلا يا نور، يلا patient. able to wait calmly for a long time or to expect difficult people in young behavior ATS. هو دي كلمة ولا أنا أقولها حروف؟ فين حبيبتي؟ اللي هي اي تي اس. اي تي سي معناه اتك، معناه الخ. عارفين الخ؟ مش عندكم في تاريخ الخ؟ اي تمام. without becoming an angry. able to wait calmly، انك تقدر انك انت تصبر بهدوء. for a long time، لمدة طويلة. or to accept، او انك تقبل difficulties، الصعاب. people's annoying behavior، الناس بتتضايق، behavior طبعا او سلوك هيكون مزعج. attack without becoming angry، بدون منك تكون غاضب. percentage يلا عبد الرحمن. تمام. an amount expressed if it is based off a total which is 100. كمان طب كده ولا ايه؟
تمام. percentage هي النسبة المئوية، أنا amount expressed هي كمية، expressed بتعبر عن as if it's a part of a total، هي جزء من مجموعة which is 100. طبعا النسبة المئوية. reflect، يلا يا ندى. To show or be a thing of a particular situation or feeling. reflect to show or be a sign of a particular situation، انك انت تعرض او تكون علامه او اشاره of a particular situation، لموقف محدد or feeling او شعور. significant having an important effect or influence especially on what will happen in the future. having an important effect، انك يكون لك تأثير مهم or influence especially خصوصا on what will happen in the future، باللي هيحصل في المستقبل. طيب سؤال بقى، فسؤال بقى، مين عايز يعرف ايه اهم ال definition دي او اللي جت في الامتحان قبل كده؟ اقول ولا ما اقول؟ قول لا قولي يلا قولي علموا معايا على المهم. طب مش ممكن لو تبعتي مثلا اللينك الكتاب ده، لان اللي معاهوش معاه انا هبعت لكم لينك الكتاب، حاضر هبعت لكم كله PDF. conclusion دي مهمة، cross دي مهمة، cruel دي مهمة، majority دي مهمة. miserable مهمة، و percentage و reflect برضه، دول أهم اللي جم في الامتحانات السنين اللي فاتت. تمام؟ مش هما بيجوا ازاي يعني، هما بيجوا كده واحنا نكتب بيجوا choose the correct الاختيار answer، ايه؟ choose the correct answer اختيارات، واحنا بقى علينا ان احنا نختار، اه ودايما بيلعب على الكلمات اللي شكل بعضها. يعني سيبك من الاكسرسايز اللي بتيجي هنا، هي كتيره وكل حاجه، بس بتكون على فكره معينه، فبتكون سهله ان احنا نحلها. اما في الامتحان بيكون كله على بعضه، فاهماني؟ فلازم نثبت كده شويه معلومات معينه وما ننساهاش. طبعا الاكسرسايز ده هوم ورك. تمام. collection، انا بشوف ان الجزء ده مهم قوي قوي قوي. ايه هو؟ عبارة عن ايه؟ الكولكشن بتاعة الفيرب والناون، يعني فيرب زائد ناون يدوني كولكشن. مهم في ايه؟ بيلعب عليها كتير في الامتحانات. ازاي؟ يعني مثلا يجيب لنا كلمة زي كلمة ديرتي. تمام، خلينا نعلم عليها كده. كلمة زي كلمة ديرتي، حلو، ويجيب لنا got في الماضي، وgave في الماضي، وtook في الماضي، وmade في الماضي، وعلينا ان احنا نعمل ايه؟ علينا ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نختار، ان احنا نختار. طبعا احنا لازم نكون حافظينهم. طب بس انا بقى ايه يعني، انا عايزة برضو عشان نكون الامور واضحة شوية، علشان ما تهدروليش وقت على الفاضي. نحفظهم ازاي؟ بالقلم والورقة وكده؟ لا حضرتك، شكرا جزيلا، ما تضيعليش وقت فيهم. امال اعمل ايه؟ زي اغنية، be a big inspiration to explain why get better get dirty get cross get impatient give reasons give support give reason give support give reason give support have an accident have an accident make a speech make eye contact make the best of make a speech make eye contact make the best of present ideas present ideas raise a question raise a question reflect the stereotype take place take or serve the place. يعني انا عايزاك تحفظهم اورال شفوي، بحيث ان ودنك، وتحفظهم بصوت عالي. انتبهوا، مهم قوي المذاكره بصوت واطي، ديت اسوأ حاجه في التاريخ. المذاكره بصوت عالي
بتخلي ودنك تسمع الاكسبريشن او التعبير فتفتكره. كلامي واضح؟ نحفظها بصوت عالي، لما نيجي نحفظها نحفظها بصوت عالي، اتفقنا؟ تمام. تمام. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. سينونيم اند انتونيم، والله انا هقراها معاكم بس من خبرتي المتواضعه. تمام، احنا كنا بنحفظهم في اول سنه نزل فيها السينونيم والانتونيم في النظام الجديد اللي هو من اول نظام التابلت، ولكن ما كانش بتيجي منهم حاجه. تمام، يعني بيجيب في الكتاب حاجات وبنلاقي حاجات تانية في الامتحان، كتاب المعاصر بقى ولا كتاب جيم ولا كتاب ده ولا كتاب ده. فالافضل الافضل انك انت حضرتك تكون حافظ معاني الكلمات الاساسيه اللي هي دي. تمام، الباقي بقى على ربنا، الباقي بقى سيبه على ربنا، نشوف معنى الكلمات اللي تيجي. تمام. اوكي، هنقراهم برضو عشان نسمعهم تمام. بعضينا. بار جراف، بار تشارت اور دايجرام، كروس انجري اور انويد، كرول سافج ان هيومن اور بابريك، جرامبي باد تمبرد، نوتي بادلي بيهيفد اور ديسوبيندنت، بيشنت forbearing or even tempered, cross cheerful or pleased or good humored, cruel kind or compassionate or merciful. طبعا هنا الانتونيم او المضاد. grumpy good natured, majority minority, naughty good or well behaved or obedient. obedient يعني مطيع، جاي من الفيرب obey. patient impatient, significant insignificant. طيب بيجي لنا السؤال ازاي؟ برضو احنا مش فاهمين، يعني بيجي لنا السؤال ازاي في الحته دي؟ طب هو بس عشان تكونوا فاهمين، بتيجي اولا السؤال من القطعه، يعني ايه؟ يعني بيطلع لنا كلمه من القطعه واحنا من فاهمينها، المفروض ان احنا نركز ونشوف بقى معناها ايه من في يعني بيجيب لنا طبعا اتنين معنى واتنين مضاد واحنا نختار، يعني هو اغلبيه اللعبه بتكون كده بالشكل ده. تمام، ما بتجيش مباشر يعني عشان اقول لك احفظ دول، لو شايفاهم مهمين كنت هقول لك احفظهم، ولكن هنقراهم ونحل الكام سؤال الغلبانين دول. دي بقى الديريفيتيفز اللي انا قلت لكم عليها اللي هي المشتقات، ادي كونكلود كونكلوجن كونكلودنج كونكلوسيف، واحنا خدناهم وفصصناهم براحتنا، كل اللي عليك بس ان انت تحل عليه. مين اللي كانت بتسأل على الادجكتيف والادفيرب؟ بصوا كده السؤال ده، بصوا معايا السؤال ده عشان لفت انتباهي واحنا نازلين. يلا مين؟ يلا يا نور. رقم كام هي؟ نمبر 12. بص يا نور، احنا عايزين ايوه نختار من غير ما نترجم. تمام؟ تمام. مش عارف، مش راضي يعلم معايا. يلا اهو، يلا اتفضلي يا نور. What a woman I can hear to tilting the two hair. تمام، اختاري وبعد ما تختاري هقول. ممكن الثانية؟ التانية اللي هي دي بي؟ بي. لا غلط، تعالي اقول لك الاجابه اهي، جرامبي. وقولي لي ليه بقى، تعالي انا اقول لك ليه، انا ما ترجمتش اهو يا شباب. تمام، لكن جرامب ده فيرب، جرامبنس ناون الاسم، جرامبي الصفه، جرامبلي الادفيرب او الحال. طب تعالوا نشوف كده الجمله محتاجه ايه، ما انا مش عارف المعنى هجيبه منين، مش فاكره دلوقتي، هشوف نوع بقى الكلمة اللي هو عاوزها. What a what woman، وعلامة التعجب. احنا كنا واخدين قبل كده ان what لما نتعجب بيها بيكون معاها ايه، فعل ولا حال ولا صفة ولا اسم، بيكون بعدها صفة. ايوه بس ده في حرف الايه، ده بيدل على ان في اسم وراها. لا ما هو حضرتك الايه ديت دي بتاعة الاسم ده اللي هو woman، sorry
الايه دي بتاعت الاسم، زي ما اقول ايه she is a beautiful girl. هو انا هنا الايه دي استخدمتها عشان beautiful ولا عشان girl؟ لا عشان girl، الصفة ما بيجيش قبلها آه ولا آن، ولكن بتبقى عايدة على الاسم اللي بعدها. يعني أنا هنا لو كانت الكلمة ديت هي women ما كانش فيه هنا أصلا حرف إيه. عرفتي إزاي؟ يعني تاني تاني what وبعدها علامة تعجب بالشكل اللطيف ده، يبقى معناها إن أنا عايزة هنا adjective أو صفة. طيب نفس الجملة بس اللي فوقيها فين؟ سوري نمبر 10. يلا يا عبد الرحمن، شوف اللي انا بعمله. السؤال رقم 10، نمبر 10. what a he is always complaining about his life. حلو، جرامبلي أني واحدة A B C D بي دي، أنت قلت دي ولا لأ يا وين؟ انا قلت بي لأ هي دي. ليه؟ تعالى أقول لك ليه. What A في هنا أسماء قبل علامة التعجب. حلو، يبقى ما ينفعش إن أنا أستخدم الايه علشان دي فعل، مفيش ايه بيجي قبل الفيرب، وما ينفعش استخدم برضو جرامبي عشان دي ادجكتيف او صفه وما بيجيش الايه قبل الصفه، ولا الحال. الحال الوحيد هو جرامبنس عشان هي نوم عشان اسم. تعالى نشوف اللي بعدها. يلا يا ندى، ان شاء الله ندى تجيبها صح. يا لينون، don't mean that doesn't solve a problem. هتبقى بي تاني واحدة. لا اي والله كانت دي، والله كنت حاسه ان انت هتقولي ايه. والله كنت اقولها بس قلت غلط اغيرها اهو. استسهلتيها. اقول لك ليه بقى ايه، تعالي نشوف. لان انا عندي هنا كلمه ايه يا جماعه، دي كلمه ايه؟ don't حلو، هي don't ديت مش بيجي بعدها الفيرب في الانفينيتيف، ايوه يبقى ما ينفعش ان انا استخدم بعدها صفة ولا حال ولا يجي بعدها اسم، لكن يجي بعدها الفيرب في الانفينيتيف. بالمصدر صح ولا غلط؟ ايوه صح. عرفتوا؟ يبقى انا ما اجيش اقول اصل جايالي كلمات غريبة في الامتحان وانا مش فاهم. لا، انت حتى لو مش فاهم معاني الكلمات، من اللي انت فهمته من القواعد الثابتة عندك والتأسيسات الثابتة عندك في الانجليش تقدر ان انت تميز انت هتختار ايه. اتفقنا؟ expression and anti تمام. items a little bit and naughty all girls schools a small minority as a result of confident about their abilities cross with equality at work female or women doctor for a while get into trouble go one step further insert in given countries and conclusion in other words key information later on less likely obvious pattern read aloud related to significant or big difference special about the reasons behind the results three quarters typically used argue دول بقى مهمين قوي، الجدول اللي تحت ده مهم قوي، ده يتحفظ بقى. argue with carry on، واهم من حفظه هو معانيه، نحن نحفظ معانيه عشان في بعض الافعال
بيتغير معناها بسبب حرف الجر اللي وراهم. تمام. carry on, come out, complain about, conform to, care about, hold back, look after, motivate to, seem to, specialize in, speculate about, stand up against, tend to. طيب هنقف هنا عند نمبر 7. تعالوا بقى نشرح على البورد الباست بيرفكت اللي انا قلت لكم عليه. تمام. تمام.